يولد النجاح من رحم المعاناة، جملة أثبتها هذا الرجل عبر مسيرة رياضية رائعة جعلت الغطاس الأمريكي غريغ لوغانيس واحداً من أبرز الرياضيين الذين شهدتهم دورات الألعاب الأولمبية. ولد لوغانيس عام 1960، وفي سن 16 عاماً بدأ مسيرته نحو العالمية عندما خاض أول أولمبياد له، محققاً الميدالية الفضية عام 1976. تفوقه جعله مرشحاً للفوز بميداليتين ذهبيتين في دورة عام 1980 في موسكو، لكن مقاطعة أمريكا للألعاب منعته من المشاركة. ولكن في نسخة عام 1984 شارك غريغ وفاز بميداليتين ذهبيتين قبل أن يكرر الأمر ذاته في أولمبياد سول عام 1988. كانت نسخة عام 1988 استثنائية له، حتى لقب بالغواص الأعظم ليس فقط بسبب تميزه الرياضي، ولكن لسر أكبر. ماذا لو أخبرتك أن لوغانيس كان مصاباً بالإيدز؟ نعم، أثبتت الفحوصات قبل مشاركته تعرضه لمرض نقص المناعة البشرية، لكنه أخفى ذلك الأمر. لم تنتهي مفاجآت غريغ، ففي الجولات التمهيدية ارتطم رأسه بمنصة القفز ليتعرض للإصابة بارتجاج في المخ وينزف بشدة، لكنه استكمل المنافسات وحصد ميداليتين ذهبيتين. أعلن لوغانيس عن إصابته بمرض الإيدز في عام 1995، ما أثار بعض التساؤلات حول سلامة المنافسين الذين شاركوا معه في تلك الفترة.